أهلا بكم من جديد. يشهد سوق التمور ركود واضح في ظل ارتفاع أسعارها، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان، رغم أن التمور الموجودة في الأسواق ليست من حصاد هذا العام، وهي من المخزونات من بضائع العام الماضي، لأنها تصل لأسعار كبيرة نتيجة توقف الاستيراد والتصدير وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية. في مثل هذه الأيام أواخر شعبان، تشهد المحلات إقبالا متزايدا للناس على شراء التمر الذي لا يكاد يخلو منه كل بيت يمني خلال شهر رمضان، حيث يفطر الصائم بالتمر اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن هذا العام يبدو الإقبال لشراء التمر أقل بكثير من ذي قبل نتيجة لارتفاع سعره وتدهور معيشة معظم المواطنين. كل مواطن أنه يعاني من غلاء الأسعار بشكل عام، وهذه سلعة أساسية كل المواطن اليمني يستهلكها في رمضان، عندما ترتفع 3 أضعاف كالموسم السابق فيؤثر على مدخول، لأنه يشيل المواطن العادي راتبه بسيط. مكنونا سعر التمر أفطر بتراب، مكنونا طلع الدولار نزل الدولار، طلع الدرجة نزل الدرجة، ما بيزرط ما بيش حب ياكلوا ومطلب لهم ما حد يشتري التمر نشتري حب. أغلب التمور التي نشهدها في الأسواق المحلية مستوردة من السعودية، وقد أدت عوامل عدة لارتفاع أسعارها، أبرزها تهاوي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة وصول التمر إلى اليمن نتيجة لتوتر الوضع الأمني في المناطق الحدودية وكذلك المتاخمة لصنعاء. هذا السنة بالأخص نحن الآن في أواخر شعبان، فهذه السنة نشوف الإقبال على التمر ضعيف جدا 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 غير السنين السابقة، فبسبب ارتفاع أسعار التمر، وسبب ارتفاع أسعار التمر هو يأتي بسبب انخفاض العملة اليمنية وكذلك ارتفاع العملة السعودية. هذه السنة كل التجار أدوا أقل من السنة الأولى لأنهم خايفين على هذه السنة بسبب الارتفاع الصرف. السوق زي الثلاجة ولا في أي إقبال، موقفين الحركة شلل كأنه شلل، والمفروض هذا الأيام ما تقدر تمشي من كثر الأوادم من كثر الزحمة، والآن ولا حاجة كل واحد يتفرج للثاني. الأسعار يعني باهظة جدا، فممكن الأسعار ارتفعت عن السنة الماضية ما يقارب 100%، وكذلك الصعوبة في الشحن إدخال التمر من طبعا من أغلب التمر يأتي إلى اليمن من المملكة العربية السعودية. كل صائم بحاجة لتناول 3 تمرات على الأقل يوميا أثناء الإفطار، كونها تحتوي على سعرات حرارية عالية، ومع أن شراء بضع كيلو من التمر خلال رمضان قد يبدو يسيرا للبعض، إلا أن لسان حال معظم اليمنيين هذا العام يقول أن الحصول على لقمة العيش الضرورية هو الهاجس الأكبر والهم الأعظم. رغم امتلاكها للعديد من البرك والسدود والحواجز المائية التاريخية الواقعة في مديرية كعيدنة بحجة، إلا أنها باتت اليوم عرضة للإهمال والاندثار والضياع، ما يفقدها قيمتها التاريخية التي ازدادت مؤخرا في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد. التاريخ لا يعود إلى الوراء، هذه المقولة تفقد مصداقيتها هنا في مديرية الكعيدنة بمحافظة حجة. 360 بركة مائية تم بناؤها قديما لتكون مصدرا رئيسيا للمياه وبديلة لخزانات المياه البلاستيكية، وتعتبر اليوم من تراث اليمن الذي يتعرض للإهمال والتدمير والاندثار. عندنا أماكن أثرية، عندنا مواجل تحتوي الماء أثرية قديمة 360 ماجل، ما يقرب من 360 ماجل وبركة، موزعة من منطقة عزان مرورا بالقبة إلى الباني. هذه الأماكن والأماكن المياه الأثرية بعضها قد تهدم وبعضها انتهى وبعضها ما زال الآن يقاوم بشكل بسيط ولو جزئي. نحتها سكان منطقة أسلم القدامى على الصخر لحاجتهم للمياه التي كانت تستخدم للشرب والزراعة، وهي خطوة محسوبة لهم بحكم أنها صارت ضمن تراث اليمن ومخزونها التاريخي الأصيل. فزلة أسلم ناشر تزخر بالتراث العريق
في البرك والمواجل الأثرية التي أسسها الأجداد القدامى. وهناك إهمال متعمد قد يكون من قبل الجهات المختصة ومن المواطنين. لذلك ندعو الجميع إلى إعادة ترميمها، ولكي ينتفع منها الناس، فهي تمتد على سفوح الجبل من جبل عزان إلى جبل الباني أسفل أسلم ناشر أسفل. هذا الإهمال سيدفع ثمنه أبناء المنطقة أولا، وستخسره اليمن كجزء من التراث ثانيا. فالثمن المتعلق بأبناء المنطقة هو أنهم سيفقدون المياه التي كانت تعمل الخزانات على احتجازها للاستفادة منها، وهم يناشدون الجهات المعنية بإنقاذ المديرية من الاندثار. وتاريخ أصيل كهذا، حفاظا على المياه لأجل الأهالي وسكان المنطقة لحاجتهم إلى المياه الماسة يستنفئون بها، وثانيا حفاظا على الآثار القديمة التي خلفها الآباء والأجداد، هذه التركة العظيمة التي تؤرف بالماضي والتاريخ إلى مئات السنين. هذا الذي أردنا أن نناشد ونطالب به أي جهة كانت للفتة الكريمة لإعادة تأهيلها وترميمها للانتفاع بها والحفاظ على آثارها. إحنا لا يوجد عندنا خطة للترميم أو خطة لترميم الآثار أو ترميم غير ذلك مطلقا، لأننا بدأنا عندنا جدولة في بحيث أننا عندما نعد الموازنة أو الميزانية الموازنة أو البرنامج الاستثماري للوحدة الإدارية، إحنا نركز على أولويات المنطقة والمتمركزة في المدارس والوحدات الصحية شق الطرقات، لأن إيراد المديرية ضئيل جدا. يبدو أن التدهور الحاصل اليوم في البلاد لم يخترق الجانب الأمني والاقتصادي والسياسي، بل غزا التراث والحضارة، ليكون الدمار ليس متعلقا بالحاضر والمستقبل بل بالتاريخ أيضا، التاريخ الذي صار له حكاية مع ما يجري. انتشرت في الحديدة مؤخرا ظاهرة صناعة الخمور، حيث ألقت الأجهزة الأمنية وبعد بلاغات القبض على العديد من هذه المحلات، ما يعتبره كثيرون انعكاس للوضع المعيشي الصعب لأبناء هذه المحافظة. في ظل الأوضاع الحالية لليمن وفي ظل الانفلات الأمني والتي تعاني منه معظم محافظات اليمن وخصوصا الحديدة، انتشرت ظاهرة مريبة إلى حد كبير، وهي صناعة الخمور في المنازل، ليصبح أمر الترويج لها أمرا عاديا ومتعارفا بين كثير من الناس. القضايا التي انتشرت خلال هذه الأيام خلال هذه الفترة ظاهرة شرب الخمر، وهذه الظاهرة سيئة جدا. معظم الشباب يعني خلف القضبان بسبب هذه الظاهرة، طبعا معظمها شرب الخمر، معظمها صنع محلية الصنع. يا أخي بالحقيقة من كثير طفشي ذا صلحت لي حبة، شربت منها لشوية والباقي ضايع. والآن من الهموم والطفش من والآن صح، والآن صح جماعة الشباب أن يبطلوا هذا الخبر وأن يتوبوا إلى الله من المشاكل ومن كل حاجة، لأنه مضر للصحة والمجتمع وحرام، ونتوب إلى الله إن شاء الله بإذن الله توبة من هذا. وكلما تم القبض من الجهات المعنية بالأمر على الجناه وعصيري الخمور، كلما ظهر آخرون، وذلك حد قول أناس كثر بأن العقوبة متساهلة ولا تردع صانعي وبائعي الخمور، وهي عبارة عن سجن 20 نهار وجلده، ثم يعود المتهم حرا طليقا دون أي رادع. عندما يصل إلينا المتهم ما فيش معنا غير الاعتراف، لأنه حد من حدود الله، فبالتالي كان من اعترف بجريمته تلقى عقوبة الجلد وخرج، يعني ما يستمر في الحبس أكثر من 20 يوم 30 يوم بالكثير، وعاد مرة ثانية ومرة ثالثة. تلاحظ أنه معظم النيابة ممتلئة ومزدحمة بقضايا شرب الخمر. ننصحهم بعدم يعني القدوم عليها، لأنه هو يقول أنه يروح لها عشان الحالة النفسية والضغوطات، بالعكس هي تزيد هذه الحالات النفسية والضغوطات، وقد أنه بسبب شرب الخمر هذا يكون بارتكاب عدة جرائم، يعني ما تفيدوش انه بتخارجه من المشكله الذي هو فيها على حسب كلامه، بالعكس قد تؤدي الى مشكله اكبر، وهي قيامه بارتكاب جريمه اكبر
من شرب الخمر. دور رجال الأمن في محاربة ظاهرة الخمور والحشيش لهم دور كبير بالتعاون مع المواطنين في ضبط المتعاطين للخمور والحشيش، وأيضا تم ضبط كميات وحيلة إلى النيابة. ولكن يبقى دور كبير للمجتمع، لأن المخدرات ومحاربة المسكرات مسؤولية الجميع، ونطلب من الجميع التعاون في محاربة هذه الظاهرة. مع قرب شهر الخير، شهر رمضان المبارك، هل يمكن أن يمثل فرصة لهؤلاء للتوبة والبحث عن مصدر آخر لكسب العيش؟ هذا ما يأمله كثير من الناس. مع تزايد استخدام الدراجات النارية وانتشارها الكبير كوسيلة مواصلات مفضلة لدى الكثيرين، إلا أنها تعد من أخطر الوسائل بسبب تزايد عدد الحوادث اليومية، لتحمل وجهين، أحدهما لتيسير الحركة وآخر للموت. كاسح الزحام يسميها البعض باختصارها الطريقة والوصول إلى المكان المحدد بسرعة فائقة وبأسلوب متهور بالقيادة، فيما يعتبرها البعض الآخر خارقة لقوانين السير وتختصر أطول الطرق إلى الموت. إنها الدراجات النارية. أصبحت الآن أمانة العاصمة تعاني معاناة شديدة وقوية من ازدحام المتدرجات وعدم تنظيمهم، وأصبحوا يسببوا مشاكل للعصابات. الآن الشوارع كلها ممتلئة بالمترات، قدام السيارات، خلف السيارات. الآن نشتي آلية لتنظيم المترات. الحوادث المرورية أكثرها تكون من المترات، خاصة مع ازدحام المواصلات، الوسائل النقل ازدادت بشكل كبير في العاصمة. أنا أرى أن المترات يتم وضع أماكن مخصصة لها بحيث يستطيع الراكب أن يتجنب الحوادث المرورية في طرق بعيدة عن الازدحام. على نطاق واسع تستخدم الدراجات النارية كوسيلة نقل في اليمن للتغلب على الاختناقات المرورية، وتعتبر مصدر رزق للكثير، إلا أن وجه الحياة الظاهر منها تخفي ملامحه صورة الموت التي تتسبب به حوادثها المرعبة التي تزداد بازدياد الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد. هي كوسيلة أسرع من المواصلات نتيجة الازدحام، يفضل هذه الوسيلة، لكن مخاطرها أكثر من فوائدها. فالقاعدة الشرعية تقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا كان الراكب يريد أن يجلب لنفسه مصلحة فالأولى أن يدرع عن نفسه مفسدة. الحوادث العامة وهي أكثر ما يكون في المترات، لأنه هذه الأيام يعني ما تلقاش مصدر رزق يعني كافيل، لذلك أي واحد يلا يشتري متر وما لهم السواق، ولو هذا أهم شيء يعني مصدر رزقه، وفي يعني لذلك يعني يسبب كثير من الحوادث. حاولنا الوصول إلى الجهات المعنية للاطلاع على آخر إحصائيات حوادث الدراجات النارية، لكن لم تكن متواجدة تلك الجهة في حينها، فكان لنا لقاء مع رجل المرور. الحوادث هي أكثر ما يسببها المتورات، لأنهم ما يلتزموش بالإشارة المرور، ولا هم منضبطين ولا شيء، أكثر ما يسبب الحوادث. ما فيش لحد الآن ما فيش آليات، وكانوا ضبطوهم حجزوهم لمدة فترة وبعدها يقولوا فكوا لهم خلاص. شريحة من الناس تعول على هذه الوسيلة المصدر الوحيد لدخلهم، فيما تشكل مصائب لأسر أخرى فقدت بسببها معيلها الوحيد.